مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في متابعه اخباريه شامله للانتخابات الرئاسيه المصريه 2018. هذه المتابعه تشمل جميع ربوع مصر، وايضا متابعه مع مجموعه من الشخصيات العامه لتحليل المشاهد او المشهد السياسي وما يدور في مصر حاليا. في سؤال سوف نطرحه عليكم وانتم تشاركونا في هذا الحوار بتعليقاتكم ومشاركتكم. بالطبع شاهدنا إقبال المصريين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، هذه من متابعتنا في النيل الأخبار على مستوى الجمهورية. ما تم بناؤه في الفترة السابقة المصريون يرونه بشكل واضح، وهم ينزلون الآن للتأكيد على هذه المشاركة. محاربة الإرهاب هي إحدى أساسيات العمل الوطني الآن، كيف نحارب وندحر الإرهاب الذي يحاول أن يعيد مصر إلى عصور الظلام. هذه المحاولات التي يقف المصريون وراء جيشهم، وراء شرطتهم، وراء حكومتهم، وراء قيادتهم السياسية، من أجل أن يعيشوا في أمان وأن تظل مصر بلد الأمن والأمان. والمشاركة في العملية السياسية هي أساس هذا، وهو السؤال الذي سنطرحه اليوم عليكم، ونتمنى منكم المشاركة وسماع آرائكم فيها. وسؤالنا كالتالي: هل المشاركة السياسية لها تأثير في خطط الدولة لمكافحة الإرهاب؟ هذا هو سؤال مشاركتكم، نتمنى منكم المشاركة. سنستخدم همزة وصل اي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك وتويتر، لنتابع معكم التحليل والمشاركة بآرائكم. قبل أن نبدأ للاستماع إلى آرائكم ومشاركاتكم، دعونا ننتقل لنتابع كيف هي العملية الانتخابية الآن، ونؤكد عليكم ما تم إعلانه من الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم إلغاء ساعة الراحة من الثالثة إلى الرابعة في جميع المقار الانتخابية. يمكنكم الآن التوجه والمشاركة في الانتخابات في الساعة الثالثة والرابعة، تم إلغاء ساعة الراحة. أنتقل إلى الجيزة مع زميلي منذر أبو دوح مراسل النيل من هناك. تحياتي إليك بداية، وتحياتي إليكم أعزائي المشاهدين، ونحن في استمرار لرسائلنا ومتابعة العملية الانتخابية التي تجرى في الماراثون الرئاسي، والذي بدأت منذ صباح اليوم في 9 لليوم الثاني على التوالي، مع إقبال للمواطنين واستمرار تواجد أمني مكثف من قبل قوات الجيش وقوات الشرطة، والتي انتشرت في جميع محاور محافظة الجيزة. بجانب الآن السيد مدير أمن الجيزة، نتعرف معه على أهمية وتفاصيل الخطة التي وضعت لتأمين المقال الانتخابية. برحب بك يا فندم معنا على شاشة نيل الأخبار. بنرحب بحضرتك في قطاع أمن الجيزة ومحافظة الجيزة وبالسادة المشاهدين. هو أنا برضو عايز أستغل الفرصة دي ووصل لرسالة مهمة جدا للمواطنين. احنا الحمد لله الناس موجودة في المقرات، وكلهم الحمد لله تعالى مبسوطين بمحض إدارتهم. فأنا يعني الناس تنزل وتشارك في العملية الانتخابية، لأن في أمن وأمان الحمد لله تعالى، في قوات موجودة منتشرة، في تعليمات من السيد الوزير، متابعة دقيقة كل ساعة للمحافظات كلها بما فيهم قطاع أمن الجيزة. فالحمد لله الأمور كلها خير، الحمد لله في تواجد أمن منتشر. خلي بال سعادتك، تأمين المقرات الانتخابية وتأمين اللجان، كل ده لا يخل إطلاقا بالتأمين اللي بيتم على نطاق الشارع بره، على نطاق الميادين، على نطاق المنشآت، على نطاق الخدمات الهامة، السفارات، كل ده كله الحمد لله، ويا رب بإذن الله تبقى خير بإذن الله. هناك محاور عدة تم استخدامها، إذا كان تأمين المقار الانتخابية من خلال وحدات الأمن المركزي أو وحدات القوات الخاصة، ما لاحظناه كذلك الحركة المرورية وانتشار رجال المرور، ولهم كان دور كبير في سهولة كما تابعناها على مدار اليوم أو مدار الأمس. اللي سعادتك أشرت عليه ده بيتم خلال المدار اليوم الكامل على مدار ال 24 ساعة، يعني المقارات الانتخابية دي فيها تواجد شرطي، مباحث ونظام وأفراد من كافة الجهات، حماية مدنية ومرور وخدمات الإقسام والمراكز على مدار ال 24 ساعه. واخد بال حضرتك التواجد بره الميدان برضو نفس القصه، سيارات النجده موجوده، رجال المرور شغالين، قائد المرور شغال،
العربيات القوات الامن الجيزه موجوده بره الحمد لله تعالى بكثافه، لان هي اللي بتامن الشوارع بره. اللي عايز اطمنك بس برضه ما زلت اقول انها رساله، الناس يا رب باذن الله تعالى يكونوا مطمئنين، لان الناس مش هتنزل وتشارك في علامات الخلافه الا اذا شعرت بالامن والامان يا رب باذن الله. الامن والامان موجود في مصر يا رب الحمد لله تعالى، لانه ربنا سبحانه وتعالى حافظ هذه البلد. احنا موجودين واحنا مسخرين لهذا الموضوع. هناك تعليمات وتوجيهات واضحه من السيد وزير الداخليه بتنفذ حرفيا. يا رب الإذن الله والخير لمصر بمشيئة الله تعالى. لاحظنا تواجد الشرطة النسائية وبشكل مكثف في اللجان الانتخابية. موجودة الشرطة، حتى قلت إن كل الجهات موجودة، الشرطة النسائية موجودة بتأمن اللجان المقرات الانتخابية. كل الجهات الشرطية موجودة، إحنا معانا الأمن المركزي موجود، معانا جيشنا العظيم موجود، معانا الأمن العام موجود، المباحث، كل الجهات كلها، كل المنظومة كلها بتاعة الشرطة موجودة كلها في تأمين المقرات الانتخابية. وفي نفس الوقت بأكد ان التامين اللي موجود بره في الشارع، التامين بتاع المنشات ده، لا يخل اطلاقا بالاجراءات الامنيه بتاعتنا اللي احنا كنا بنعملها على مدار اليوم الكامل. موفقين دائما يا فندم. شكرا كتر خيرك. شكرا. وندعو يا رب باذن الله تعالى مصر يا رب دايما بالخير، لان اللي بيتم ده هو خير لبلدنا يا رب مصر الغاليه على المصريين. عايز اشير حاجه برضو، معلش بعد اذنك، المواطنين بيشاركونا في هذا التامين، المواطنين المصريين عشان هم بيحبوا بلدهم بيشاركونا في هذا الكلام اللي انا اشرت اليه. شكرا بشكرك. شكرا لك سياده اللواء. كتر خيرك. شكرا شكرا. كما تابعنا اعزائي المشاهدين، بالفعل تستمر الحملات الامنيه، تستمر التامين في شوارع أو محافظه الجيزه لتامين سواء المواطنين او لتسهيل على الناخبين الوصول الى مقر الانتخاب حتى تتم العمليه الانتخابيه على اكمل وجه. بشكرك زميلي منذر أبو ضوح. وبالطبع التأمين مستمر على جميع بقاع مصر، وبنشكر سيادة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة على ظهوره معنا في شاشة النيل. ومن الجيزة ننتقل إلى قنا وزميلتي بسنت أكرم. مساء الخير يا بسنت، كيف هي الحالة لديك؟ وهل هناك إقبال؟ نوعية الإقبال لديك هل هو كثيف متوسط؟ ما اشرحي لي الحالة الانتخابية في اللجنة التي أنت بها. تحية طيبة لك حسام من محافظة قنا، حيث شهدت محافظة قنا إقبالا متوسط على اللجان الانتخابية المختلفة، وتستمر الإجراءات الأمنية وتسير العملية الانتخابية بكل سهولة وتقبل لكافة الشكاوى إذا كان هناك شكاوى، وتخفيف أيضا على المواطنين. وسيادة اللواء أيضا محافظ قنا قام بزيارة كافة المراكز الموجودة في قنا لكي يتأكد أن هناك لا يوجد أي خروقات أو شكاوى حتى هذه اللحظة. دعني أحدثك بأن قنا معروفة بأنها محافظة نشطة سياسيا، وبالتالي هذا يشير أنه من المتوقع أن تزداد نسب الإقبال اليوم وغد بإذن الله. يمكن قنا بها 10 لجان عامة، 359 مركزا، و454 لجنة فرعية، وإجمالي عدد من يحق لهم التصويت هم 1,875,017 ناخب وناخبة. بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات الموجودة هنا في قنا، فقالت بأن الإقبال حتى هذه اللحظة أو نسب الإقبال حتى هذه اللحظة فهي نسب طبيعية، تزداد في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. كما قلت في الساعات الإخبارية السابقة بأن الفترات الصباحية عادة بتحتل فيها المرأة في قنا مركز الصدارة، بينما بعد الساعة الرابعة أو الساعة الخامسة بيحتل الرجل في قنا الصدارة ويبدأ هو في ممارسة الحق الانتخابي. بالطبع نحن متواصلون هنا من قنا، والمزيد من التفاصيل والمزيد من المعلومات فور الورود إلينا. ولكن هناك معلومة هامة لكل من لم يحصل على مكان اللجنة أو الرقم الانتخابي، فيمكنه أن يرسل رسالة ل 51 51، أو من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وهو elections.eg. بالطبع على هذه المعلومة، وبنؤكد يجب عليكم أن تحصلوا على مقار لجانكم 51 51 أو على الموقع الإلكتروني. أنتقل من قنا إلى القاهرة مرة جديدة، ونذهب إلى مصر الجديدة وزميلي أحمد عبد الصمد. أحمد مساء الخير، يعني كيف هي متابعة اللجان في مصر الجديدة، ومن الأكثر كثافة، الرجال أم النساء في التوافد على اللجان؟ مساء الخير حسام. لا صوت يعلو فوق صوت الناخب المصري اليوم ولا فوق إرادته في صنع مستقبله، فكما ترى بالمشهد من خلفي وربما الصورة أبلغ من الكلام. المواطن
المواطنون يتوافدون من حين لآخر على مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر القادم لمدة 4 سنوات قادمة. يعني إذا تحدثنا عن النسب المشاركة في العملية الانتخابية وتحديدا بعد مرور 6 ساعات تقريبا عن موعد منذ افتتاح اللجنة في 9 صباحا في اليوم الثاني، نتحدث عن في الساعات الأولى من الصباح كانت النسب الأكبر مشاركة هم كبار السن النسبة أو أصحاب المعاشات والمرأة المصرية أو ربة المنزل تحديدا، وربما السبب في ذلك هو لأن هذه الساعات هي ساعات عمل رسمية في الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص، وربما ذلك كان سببا للهيئة العليا في الانتخابات يعني من كثرة الشكاوي التي وردت إليها في أن تلغي فترة الراحة والتي كانت من المفترض أن تقر في 3:00 عصرا يعني بعد 10 دقائق من الآن، وترجع وتعود اللجنة مرة أخرى للعمل في 4 من مساء اليوم، ولكن بسبب شكوى الموظفين في عدم تمكنهم من الإدلاء بصوتهم بعد انتهاء العمل تم إلغاء هذه الراحة. يعني كما ترى بالمشهد من خلفي هناك توافد كبير من السيدات كما شاهدناهم في يعني الاستحقاقات الدستورية السابقة واليوم الأول للانتخابات هم من يتصدروا المشهد الانتخابي. يعني ربما يمكننا أن نطلع على مجموعة من آراء هذه الفئات المشاركة في العملية الانتخابية. عاوز أقطع حضرتك بس الأول وأعرف سبب حرصك على المشاركة في العملية الانتخابية. طبعا عشان مصر، عشان إحنا عايزين نبقى قدام العالم كله ناس أقوية لرفعة مصر إن شاء الله، ونحب إن كل الشعب كله يكون يد واحدة، لأن الدول اللي ما بقتش يد واحدة انتهت وتحطمت وبقت عبرة قدامنا كلنا. حضرتك موظفة ولا ربة منزل؟ لا، أنا طبيبة في المعاش. أيوه. سبب مشاركتك في اليوم الثاني وليه ما جيتيش اول يوم امبارح؟ والله قلت اول يوم هيكون في ازدحام فحبيت اجي ثاني يوم عشان اتجنب الزحام. طيب حضرتك بتشاركي النهارده يعني من اجل كون هذه المشاركه هو استحقاق دستوري ليكي، حق لازم تاديه، ولا يعني المشاركه هتغير صوره مصر او هنوري للعالم الخارجي؟ هو واجب، هو حق ليا وهو واجب عليا، أقل واجب أقدمه لبلدي. نعم. بس. طب إيه الرسالة اللي ممكن تقوليها لمن لم يحسم قراره بعد في نزول المشاركة؟ أنا أعتبر إن هو لغي مخه. أعتبر إن الإنسان اللي هو لغي تفكيره ولغي رأيه وشخصيته هو اللي يا إما بيقطع الانتخابات يا إما بيبقى سلبي مش عايز يقول رأيه، معتبر إن رأيه ملهوش أهمية، لكن لأ. هو كده تفكيره متوقف. شكرا شكرا. يعني حسام كما استمعت هي أصوات من الناخبين أو الناخبات تحديدا المشاركين في العملية التصويتية. نعم. الكل هنا يأتي من أجل هدف واحد وهو صنع مستقبل هذا الوطن بأيديهم دون قرارات خارجية أو لا. نعم، بشكرك زميلي أحمد عبد الصمد من مصر الجديدة. وطبعا كلمة هامة جدا قالتها الدكتورة، قالت إن هو واجب وحق، الاتنين واجب وحق عليها. ومن مصر الجديدة خلونا نروح للمنوفية مع زميلتي أسماء حسن. مساء الخير يا أسماء، يعني رصدك لأداء اللجنة اللي انت فيها واللجان في المنوفية، هل هناك أي مشاكل قابلتوها؟ هل هناك أي خروج عن الصمت الانتخابي؟ متابعاتك لليوم الثاني حتى الآن. نعم حسام، بالفعل ما زال الناخبون يتوافدون على اللجان في محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم. تزداد نسبة المشاركة من قبل الفلاحين في قرى محافظة المنوفية. أيضا لاحظنا في اليوم الثاني من انتخابات 2018 توافد مختلف الفئات من جموع أهالي المنوفية للإدلاء بأصواتهم. أيضا زار وفد أمريكي بعض اللجان في
في مركز وسنة، وأشادوا بمشاركة المرأة في محافظة المنوفية، وكذلك أشادوا باستقبال الأهالي لهم في محافظة المنوفية. أيضا وفقا لتصريحات بعض المصادر الرسمية في محافظة المنوفية، فإن التصريحات تشير إلى تصدر مركز أشمون الصدارة في التصويت حتى الساعة الواحدة، ثم جاء في المركز الثاني في محافظة المنوفية مركز الشهداء، ثم جاء في المركز الثالث مركز منوف في احتلاله لنسبة التصويت العالية بعد مركز أشمون ومركز الشهداء. أيضا حرص أمين حزب النور بمحافظة المنوفية على الإدلاء بصوته في إحدى اللجان بمركز شبين الكوم، وقال إنه حرص على المشاركة في العملية الانتخابية لإعطاء رسالة لجموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في عملية التصويت في والانتخابات 2018. حتى هذه اللحظة ما زالت مسيرات شعبية تنتشر في ربوع محافظة المنوفية لحث الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم. كانت هذه أبرز ملامح العملية الانتخابية في محافظة المنوفية حتى هذه اللحظة. جنبك شاب طفل كده، واضح انه جاي مع اهله كمان بيشارك اهله في الانتخابات، ودي حاجه كويسه ان احنا بنشوف الاطفال كمان بيتعلموا على حقهم الوطني ومن هم وصغيرين. مشاهدينا الكرام، انا بشكر زميلتي اسماء حسن من المنوفيه، وخلونا نطلع للمواطنين في الشارع نسمع ارائهم حول سؤال مشاركتكم اليوم، ونسمع اراء المواطنين. أهم حاجة الأسعار، أيوة دي اللي احنا بنطالب بيه، والمرتبات يرفعها لنا شوية، لأن المرتبات صعبة برضه، ما بتقضيش والله العظيم، المرتب ما بيكفي. أسعار يعني الحمد لله هيعمل إيه؟ وكويس البلد هي دي، والناس بتكتر كل يوم بتكتر، وعددنا بيزيد. الله يكون في عونه، الله يكون في عونه ويبارك له ويحفظه. احنا لازم نستحمل دلوقتي، دلوقتي البلد فيها حرب وفيها إرهاب، الراجل بيبني وبيعمر، ما فيش غبار عليه بصراحة. وانا ببعت له كل تقديري واعتزازي وحبي ليه. يهدي الاسعار شويه، اسعار عماله تعلى كل شويه، والثانيه اسعار بترفع، وبالذات الاغذيه والحاجات الضروريه. وربنا يوفقه ان شاء الله الرئيس السيسي، ربنا يكرمه. اسعار هي غاليه، بس احنا يعني لازم نستحمل لغايه لما يوصل البلد لغايه بر الامان، مش مشكلة خالص ان الاسعار تعلى شوية، هنستحمل وشوية شوية الدنيا هتتظبط ان شاء الله. انا عايزين تظبيط الاسعار، ده اهم شيء، ان في بعض الناس، في ناس بتبيع ب 10، في ناس بتبيع ب 8، في ناس بتبيع ب 12، يعني يقول لك لا ده التاجر اللي بيغلي الحاجة، لا ده بعض الناس هي اللي بتغلي، فانا عايزين رقابة. فين الاسعار الرخيصة اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ فين الاسعار؟ كل حاجة غالية، انا واحد بابا 350 جنيه، اعمل بيهم ايه في الايام دي؟ بناشد السيد الرئيس السيسي ان يخلي حكومته يخلي بالها شويه من الناس الغلابه، الناس تعبانه بجد.